بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أصول قناة نقد المال التي تستقبل محاضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة. اليوم هنتعاون مع بعض في شرح منهج إكسل 2013 للصف الثاني لإعدادي الترم الثاني، وده هيكون مكون من جزئين. دائما وأبدا ما نسعد بآرائكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق نجار التعليم على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar أو مدونة قناة طارق نجار التعليمية مستر طارق نجار وان.blogspot.com أو منتديات كنوز الطارق www.farmers.kunuz.com/farmers.phb أو قناتنا على تويتر twitter.com/mrtarqnagar. تعالوا بينا الأول نتكلم على تعريف أو ندي نبذة مختصرة عن برنامج إكسل 2013. البرنامج ده هو أحد برامج الجداول الإلكترونية بين قوسين الحسابية شائعة الاستخدام، التي تسمح للمستخدم اللي هو اليوزر بإنشاء دفتر يستخدم في إدخال البيانات ليتم حفظها في ملفات مع إمكانية نسخ ونقل هذه البيانات، ودي آخر إصدارة. ده واحد من مجموعة من البرامج الموجودة في الحزمة أو المجموعة المكتبية أوفيس 2013. ما هي استخدامات هذا البرنامج؟ يستخدم هذا البرنامج في حفظ البيانات والمعلومات في جداول، إجراء العمليات الحسابية. بيمدنا من العديد من الدوال التي تسمح بإجراء العمليات الحسابية والعمليات ودوال حسابية، دوال هندسية، دوال منطقية، دوال وقت وتاريخ، دوال قواعد بيانات، العديد من الدوال، كما أنه بيفيدنا في إنشاء الرسومات البيانية. طريقة تشغيل هذا البرنامج، تعالوا بينا نشغله من خلال بيئتين، من خلال بيئة ويندوز 7 ومن خلال بيئة ويندوز 8 او ويندوز 8.1. من خلال ويندوز بيئة ويندوز 7 نظام تشغيل الاو اس ويندوز 7، هنفتح قائمة ستارت قائمة ابداء ونختار كل البرامج او البروجرامز، ثم هنختار مايكروسوفت اوفيس 2013 ثم اكسل 2013، فيتم تشغيل هذا البرنامج وظهور الشاشة الافتتاحية. بينما لو في ويندوز 8 او ويندوز 8.1، كل اللي عليك انك تضغط على زر ابدا اللي هو ستارت، هتظهر نافذة مترو، والنافذة مترو هننتقل إلى منطقة البرامج اللي هي الأبس، وهنختار إكسل 2013. في الحقيقة في طرق فرعية أخرى، زي إنك من خلال ران تكتب إكسل 2013 فيتم تشغيله، أو إنه يكون في اختصار موجود على سطح المكتب تضغط مرتين دبل كليك فيتم تشغيله، أو إنك تضغط كليك يمين ومن نيو تختار مايكروسوفت أوفيس 2013 وتقوم بتشغيله. دي طرق فرعية غير الطرق الأساسية. في تعريفات هامة لازم نقوم بتعريفها. ايه هو الاون درايف؟ الاون درايف عبارة عن خدمة بتمكنك من حفظ واستدعاء ملفاتك من خلال الانترنت، وبشار اليها بخدمة التخزين السحابي، من اشهرها اللي هي الدروب بوكس والسكاي درايف والجوجل درايف. ما هو المصنف او الدفتر اللي هو البوك؟ المصنف او الدفتر هو المكان اللي بنقوم بادخال البيانات لحفظها داخله، بعد ذلك في صورة ملفات، وبيتكون من ورقة عمل واحدة بصفة افتراضية اللي هي شيت 1، مع امكانية زيادة عدد اوراق العمل، وكل ورقة تتكون من عدد من الاعمدة والصفوف تتقاطع فيما بينها مكونة الخلايا. ما هي الكولم اللي هي كولمز الاعمدة؟ الاعمدة هي الاقسام او المحاور الرأسية التي تبدأ بحرف A وتنتهي بالاكس اف دي، وعددها 16348، كان في اصدارة 2003 256 عمود فقط. بينما الصفوف اللي هي الروز، الصفوف هي اقسام او محاور افقية تبدأ برقم وليس بحرف، رقم واحد، وتنتهي بمليون 48576، وكان عددها في اكسل 2003 والاصدارات التي تسبق اكسل 2003 كان عددها الرقم الصفوف 65536 صف. بينما السيل اللي هي الخلية اللي بتنتج من تقاطع الأعمدة والصفوف، وبتسمى باسم العمود أولا ثم رقم الصف. الخلية النشطة هي الخلية المحددة التي يتم التعامل معها. تعالوا بينا ننتقل للجزء العملي. طريقة التشغيل، أنا هتكلم عن طريقة التشغيل قدامي من بيئة ويندوز 7. تروح من قائمة تبدأ أو ستارت، ثم تختار أور بروجرامز، ومن أور بروجرامز مايكروسوفت أوفيس 2013، ثم هنختار إكسل 2013، فبيتم تشغيل هذا البرنامج على هذا النحو. او انك من قائمة ابدأ هتكتب في هذه الخانة، خانة البحث، هتكتب اكسل 2013، اكسل مسافة 2013، وتضغط انتر فيتم تشغيله، او ان يكون في اختصار موجود على سطح المكتب تضغط دبل كليك عليه فيتم تشغيله، او كليك يمين ونختار نيو، ومن نيو هنختار مايكروسوفت اكسل وورك شيت فيتم تشغيله. في اكتر من طريقة، خلينا في الطريقة النمطية بتاعتنا اول بروجرامز، من اول بروجرامز اوفيس مايكروسوفت اوفيس 2013 ثم اكسل 2013، ثم هتظهر هذه النافذة. هنا بتظهر آخر ملفات ريسنت اللي هي الملفات الحديثة التي تم التعامل معها، ومن هنا لفتح ملف سبق حفظه، ثم أول اختيار لنا بلانك ورك بوك اللي هو مصنف فارغ أو فاضي، احنا هنسميه مصنف،
او هنسميه دفتر، ولكن لا يستحسن انك تسميه كلمه ملف. ثم مجموعه من القوالب او تمبليتات الجهاز اللي بيتم استخدامها، هضغط على الجديد. طيب البعض هيلاحظ ان الشكل ده هنا، لاحظ ان الارقام ديت بعد ما نقول تسميتها ظهر بهذه الطريقه، احنا عايزين نغير اتجاهها، هنتروح للبيج لاي اوت. من البيج لاي اوت هتختار شيت رايت تو ليفت. تعالوا بينا نتكلم مع بعض على الواجهه الافتتاحيه او الشاشه الافتتاحيه للبرنامج. الشاشه الافتتاحيه للبرنامج مكونه من شريط عنوان تايتل بار، قام من زر الاغلاق اكس، لو ضغطت عليه هيتم اغلاق البرنامج ككل، وده زر استعاده اللي هو مربعين كده يرجعك للوضع كده الطبيعي، ثم مربع واحد اسمه ماكسمايز يقوم بتكبير البرنامج بحجم الشاشه، وده زر التصغير مينيمايز على شريط المهام اللي هو التاسك بار اهوت. بينما ديت اللي هي عباره عن وسيله لعرض او اخفاء اللي هي الريبون اللي هي شريط التوبيبات. في ثلاث اختيارات، في شو تي تابس اند كوماند اللي هي عرض التوبيبات والاوامر، وده الوضع الطبيعي او الافتراضي، او انك تختار عرض التوبيبات فقط فبيتم طي او اخفاء الاوامر الموجوده في كل تاب، ولكن عند فتح اي تاب هيتم اظهارها على هذا النحو عن طريق الضغط، او انك تختار اوتو هايد ريبون فبيتم اخفاء التوبيبات والاوامر، مع ملاحظه انك تقدر انك تظهرها عن طريق انك بتضغط في الاعلى كده فيتم اظهارها، تضغط داخل اي خليه فيتم اخفائها. انا افضل ان احنا نكون في الوضع الكلاسيك بتاعنا اللي هو شو تابس اند كوماند تكون ظاهره بالنسبه لنا، وده الهلب، ثم اسم البرنامج اكسل، ثم الشركه المنتجه للبرنامج مايكروسوفت، ثم الاسم الافتراضي بوك 1 اللي اقدر اغيره عن طريق حفظ او كنترول اس او سيف او سيف از، ثم شريط اللي هو شريط الوصول السريع اللي بيكون فيه عباره عن تراجع اندو لو كنترول زد، وفي ريدو اللي هو ريبيت اللي هو كنترول واي، وفي مستند جديد، او انك تضغط على هذا السهم فتنسدل منه عمليات تخصيص لهذا الشريط، تخصيص شريط ادوات الوصول السريع اللي بيحتوي على اوامر جديد وفتح وحفظ وعمليات المعاينه وعمليات المتابعه، بالاضافه انك ممكن تضيف العديد من الاوامر عن طريق مور كوماند، او انك تقوم بتغيير مكانه من اعلى في تايتل بار الى اسفل التوبيبات على هذا النحو. هو عايز ازوره مره اخرى هقول له شو اباف ذا ريبون، وده زر التحكم اللي من خلاله اقدر اصغر النافذه واقدر اخرج من البرنامج اللي هي، يبقى اذا دي من طرق البرنامج. ثم شريط التوبيبات اشهرهم قائمه فايل، ادي قائمه ملف اللي بتحتوي على مجموعه من الاوامر شائعه الاستخدام، انا هضغط على اسكيب، ثم تبويب الصفحه الرئيسيه اللي بيتم تقسيمه الى مجموعات، كل مجموعه تحتوي على مجموعه من الاوامر المتناسقه، تبويب انسرت ادراك خاص بالادراك، تخطيط الصفحه، فيرمولز اللي هو الصيغ الرياضيه، البيانات، المراجعه، فيو اللي هو العرض، وهكذا. ثم بعد ذلك شريط الصيغه الرياضيه، شريط الصيغه الرياضيه المكون من جزئين، ده شريط الصيغ الفيرمولا بار اللي هيتكون من ثلاث اجزاء، جزء من ناحيه اليسار حسب الاتجاه، ده هيوضح لي الخليه النشطه التي بيتم تحديدها اهوت، ثم جزء اوسط هيكون في هذا الرمز اللي بيستخدم لادراج الداله الفانكشن او علامه الصح دهوت للموافقه على ادخال البيانات او تنفيذ المعادله، علامه الاكس ديت لعمل اسكيب او الغاء البيانات الموجوده او عدم تنفيذ المعادله، ثم هذا الجزء هيوضح لي المحتوى، ثم رؤوس الاعمده والصفوف، ادي الاعمده تبدا من A وتنتهي ب اكس اف دي، وعدد الاعمده سبق ان احنا اشرنا ل 16348 عمود، ثم عدد الصفوف من 1 الى 1,048,576، وعندما يتقاطع عمود بي مع صف 3 بيديني خليه اسمها بي 3 اللي هي ديت الخليه تنتج من تقاطع عمود بصف، هذه هي الخليه وتسمى الخليه النشطه طالما انا قمت بتحديدها. ثم شريط الحاله، شريط التنقل ما بين اشرطه التمرير راسيه وافقيه، ادي راسيه وادي افقيه لما نقوم بالتحرك داخل ورقه العمل، ثم المصنف او الدفتر بيتكون من ورقه عمل واحده على الاقل تسمى شيت واحد قابله الى زياده، ثم شريط الحاله الذي يتميز بريدي، وهلاحظ ان في مجموعه من الادوات اللي بتساعدني ان انا في عمليه العرض سواء كان نورمال او بيج لاي اوت او العرض اللي هو ظهر فواصل الصفحات على هذا النحو، احنا بنفضل انه يكون نورمال، ولاحظنا لما احنا اخترنا ظهر فواصل الصفحات ده بيوضح لك لو قمت بعمليه الطباعه يبقى هتطبع كام عمود، هتطبع العمود من الاي للاتش، ولو انت انتقلت الى اسفل كده والى الصف رقم 53 يبقى ديت كل ديت هتبقى صفحه طباعه وليست ورقه
عمل، لان ورقه العمل اللي هي الشيت تتكون من حوالي 10,000 على الاقل في الاصداره القديمه 10,000 صفحه. ثم بعد ذلك هذا الشريط اللي هو زوم تقدر تتحكم في حجم الصفحه على الشاشه قدامك. ده بالنسبه للشاشه الافتتاحيه. عمليه التنقل داخل ورقه العمل، عمليه التنقل داخل ورقه العمل اما باستخدام الاسهم الاربعه يمين ويسار واسفل واسفل، تقدر تنتقل بكل سهوله، او انك تنتقل عن طريق مفتاح بيج داون. بيج داون هنقلك شاشه لاسفل، انت كنت من 1 ل 24 بقت من 25 49 بيج داون، بيج اب شاشه الى اعلى، او انك تنتقل عن طريق استخدام مفتاح كنترول. وناخد بالنا من اتجاه الصفحه، اتجاه الصفحه اتجاه الورقه، ممكن نغير اتجاه الورقه بدل ما هو بالشكل ده اهوت، هروح لتخطيط الصفحه بيج لاي اوت وهختار منه شيت رايت تو ليفت، فيتم الاتجاه ناحيه اليمين. عايز ناحيه اليسار هتروح من تخطيط صفحه بيج لاي اوت ونختار شيت رايت تو ليفت على هذا النحو. لو ضغطت كنترول وانا في الاتجاه الايسر كنترول وسهم الى اليمين، هتنتقل الى اخر خليه في هذا الصف، كنترول وسهم اليسار اول خليه داخل هذا الصف، كنترول وسهم لاسفل اخر خليه في هذا العمود، كنترول وسهم الاعلى اول خليه في هذا العمود. لو انت ضغطت انتر، انتر هيتم ادخال البيانات والانتقال الى الخليه التاليه، بينما مفتاح تاب يتم الانتقال الى يتم الانتقال الى الخليه التي لاسفل. انتر لما تضغط هيتم تنفيذ المعادله والانتقال الى الخليه لاسفل، بينما مفتاح تاب هيتم الانتقال الى الخليه التاليه. لو انت عندك اكتر من ورقه عمل، هضغط على علامه زائد دي لاضافه ورقه عمل، هضغط على علامه زائد دي لاضافه ورقه عمل. لو انا في ورقه العمل رقم 1 وعايز انتقل الى ورقه العمل رقم 2، كل اللي عليك انك تضغط كنترول وبيج داون، كنترول وبيج داون هيتم الانتقال الى ورقه العمل التاليه، كنترول وبيج داون، بينما كنترول وبيج اب هيستخدم الانتقال الى ورقه العمل السابقه. يبقى كنترول وبيج داون الانتقال لورقه العمل التاليه، كنترول وبيج اب الانتقال لورقه العمل التاليه، تاب تنقلك الى الخليه التاليه، انتر تنقلك تستخدم لنقله الى الخليه التي تقع اسفل الخليه المحدده، مفتاح الاسهم الحركه الاربعه يمين ويسار واعلى وهكذا، مفتاح كنترول وسهم لليمين بشرط ان يكون اتجاه الورقه ناحيه اليسار، هيتم نقلك الى اخر خليه داخل هذا الصف، كنترول وسهم لليسار اول خليه داخل هذا الصف، كنترول وسهم الاعلى اول خليه في هذا العمود، كنترول وسهم الاسفل اخر خليه في هذا العمود، بيج داون تنقلك الى شاشه تاليه، بيج اب الى شاشه اعلى او شاشه سابقة. ديت أهم مفاتيح التنقل التي تستخدم داخل هذا البرنامج، بالإضافة إنك أنت أهوت لو ضغطنا دلوقتي، لو واقفين هنا وضغطنا مفتاح زي مفتاح هوم، يبقى أنا واقف عند خلية معينة ضغطت على مفتاح هوم هينقلك إلى أول خلية في هذا الصف. طيب الخلية عايزين ننتقل إلى خلية محددة بقى، عايز ننتقل لخليه محدده وليكن دي 7,000، هتقف في شريط الصياغ وتكتب باللغه الانجليزيه الخليه محدده، نكتب دي ثم 7,000 ثم اضغط انتر فيتم الانتقال للخليه دي 7,000. عايز تنتقل للخليه اي واحد في شريط الصياغ في هذا الجزء المخصص اللي بيحتوي على اسم الخليه، تكتب اي 1 وتضغط انتر يتم الانتقال مباشره الى هذه الخليه. الخليه قلنا انها بتنتج من تقاطع العمود بالصف، وتنتج باسم العمود اولا وبيكون حرف ابجدي ثم رقم الصف. هتحتوي الخلايا على العديد من انواع البيانات زي النصوص والاعداد والتواريخ والوقت والصيغ. النصوص اللي هي التكست اللي هي عباره عن حروف وارقام ومسافات وعلامات خاصه، والارقام لا يتم اجراء عمليات حسابيه عليها زي ارقام البطاقه الشخصيه، ارقام جلوس، ارقام جواز السفر، الفيزا كارت، رقم التليفون، ديت ارقام لكنها لا يتم اجراء عمليات حسابيه عليها، بينما الارقام معروفه اللي هي النمبر، بالاضافه الى التاريخ والوقت. والتاريخ والوقت ليه طريقتين، يا اما يكون نظام 12 ساعه وبيدي اي ام اللي هو قبل الظهر او بي ام بعد الظهر، او نظام 24 ساعه النظام العادي. نتكلم مع بعض على الصيغه الرياضيه. الصيغه الرياضيه هي التي نسبقها بعلامه يساوي، ثم تبدا تكتب العمليه الحسابيه بتاعتك، ادي رقم وادي زائد وادي 9، وتضغط انتر للتنفيذ. لو انا عملت يساوي وقلت له 5 زائد 4 ثم بعد ذلك ما ضغطتش انتر او ضغطت على اسكيب او ضغطت على هذه العلامه يتم كنسلتها،
لو انا كتبت ادي يساوي، قلت له 5 زائد 4، 5 زائد 4 وضغطت على علامة صح او انتر، يتم تنفيذ هذه الصيغة والتجاوب معها على هذا النحو. طيب عمليات ادخال البيانات وشفناها كده مع بعض. اي بيان عايز تدخل تقوم بعملية الادخال، بتقوم بكتابته. بعد ما تقوم بكتابة البيان عشان يتم ادخاله داخل هذه الخلية واعتماده، يا تضغط انتر يا تضغط علامة صح، كلا الامرين صحيحين. طيب اهوت ادي كتبت مثلا محمد واضغط انتر. طيب لو انا كتبت مثلا ادي رقم ثم ضغطت على علامه هذه العلامه اللي هي كانسل، هيتم حذفها. لو انا كتبت رقم ثم ضغطت على مفتاح اسكيب هيتم حذفه. يبقى عمليات الادخال انك بتكتب وتضغط على علامه صح الموجوده في الجزء الاوسط من شريط الصيغ او تضغط انتر، علامه الالغاء انك تضغط اسكيب او تضغط على علامه اكس اثناء الكتابه. ما ننساش الطريقتين دولت للعمليات. طيب لو انا عايز اعدل بيان معين، عايز اعدل بيانات خليه، تذهب الى هذه الخليه ثم هتذهب الى شريط الصيغ في الجزء ده اهوت وتقوم بالتعديل اهوت. كتبنا ادي طارق النجار ونضغط انتر فيتم اعتماده. في طريقه ثانيه لتعديل محتويات خليه انك تحددها ثم تضغط على مفتاح اف 2، من اف 2 تبدا تتعدل، والتعديل هنا المقصود به اضافه او حذف. وبعدين ادي مسافه، وبعدين نكتب الاسم الثاني ثم تضغط انتر لتثبيت هذا البيان. يبقى التعديل انك تقوم بتحديد الخليه ومن شريط الصيغ تقوم بعمليه التعديل، او تضغط اف 2 ومن اف 2 هيسمح لك ان المؤشر هيظهر تقوم بعمليات التعديل سواء كان بالاضافه او الحذف. ازاي نحفظ هذا الملف؟ عشان نحفظ هذا الملف دعوني اسجل بعض البيانات كده على عجاله لان هنستخدمها في الجزء التالي. زي ما احنا شفنا انا قمت بتسجيل بعض البيانات على هذا النحو، مطلوب مني ان انا احفظ هذا الملف، مطلوب مني ان انا اقوم باغلاقه. ولازم نفرق ما بين الاغلاق الاغلاق الخروج من البرنامج واغلاق الدفتر او المصنف. طب ازاي نحفظه؟ نحفظه في اكثر من طريقه. من ضمن الطرق انك تضغط على كنترول اس من لوحه المفاتيح تظهر هذه النافذه، هي اما تحفظ على الاون درايف او الكمبيوتر او تحدد مكان الحفظ، وبعدين تختار البراوز لو انت على الكمبيوتر، ومن براوز هتحدد مكان الحفظ فين وتكتب الاسم وتضغط على سيف. انا هضغط دلوقتي على اسكيب. ادي الطريقه. او انك تذهب الى قائمه فايل، ومن فايل هتختار امر سيف. امر سيف هتصل لك نفس الطريقه. طالما المستند، طالما الدفتر او المصنف بدون اسم، مع ملاحظه انه بياخذ امتداد عند الحفظ اكس ال اس اكس، ما ننساش هذا الامتداد. يبقى ادي طريقتين، او انك من شريط الوصول السريع هتختار حفظ. الكلام ده لو انت عايز تحفظه. طيب في طريقه تانية انك تختار حفظ من فايل، تختار سيف از. في فرق ما بين سيف وسيف از، في فرق ما بين سيف وسيف از. سيف له وظيفتين. الوظيفه الاولانيه حفظ الملف باسم مع ظهور نافذه لكتابه هذا الاسم وتحديد المكان اذا كان الملف بدون اسم لاول مره. بينما سيف برضه له وظيفه ثانيه، انك تحفظ هذه التعديلات او التغيرات داخل نفس الملف بنفس الاسم على نفس المسار، تضيف التعديلات. بينما سيف از له وظيفه وحيده ان بتظل لك صندوق حواري بتكتب اسم لهذا الملف. هنقوم بعمليات الحفظ اهوت عن طريق براوز، وهنسميه مثلا تدريب. ادي تدريب واحد، ومكان الحفظ بتاعي اللي هو سطح المكتب مثلا، ثم هضغط على سيف. هنلاحظ ان التغير اسم بوك 1 الى تدريب رقم واحد. طيب ناتي الى مرحله انك عايز تفتح مصنف او دفتر جديد، انك تضغط على هذه العلامه او كنترول ان، او من قائمه فايل هتختار نيو. من قائمه فايل تختار نيو، بعدين تحدد هل انت عايز مصنف فارغ. ادي مصنف فارغ اهو. وكان ممكن في نفس الوقت انك لما اخترت نيو انك تختار قالب من القوالب الموجوده. طب لو عايز افتح ملف عايز انتقل اهوت، هبدا انا اهوت هنختار شو تابز. شو تابز مهمه، عايز انتقل ما بينهم. اروح من فيو، انا عندي دلوقتي اثنين مفتوحين في الذاكره، اروح من عرض فيو واختار من تبديل نوافذ سويتش ويندو، اختار تدريب رقم 2 لظهوره. طب انت لو عايز تفتح ملف سبق حفظه يبقى هتعمل ايه؟ يا اما كنترول او، يا اما من شريط الوصول السريع تختار اوبن، يا اما من قائمه فايل هتختار امر اوبن، ومن اوبن تبدا تحدد هل هذا الملف من الملفات التي سبق فتحها، ولا موجود على الاون درايف، ولا موجود في الكمبيوتر. ناتي الى مرحله الاغلاق. لازم افرق ما بين انك تقوم بغلق البرنامج، بغلق بالخروج من البرنامج، او غلق الدفتر او المصنف. لو انا عايز اعمل غلق للدفتر او المصنف، لو هتعمل غلق قال لك تختار يا اما من قائمه فايل غلق، قائمه فايل تختار كلوز، هتعمل غلق اهوت. انا هرجع تاني وهختار ادي من فتح وهختاره اهوت. ادي
او انك تعمل طريقه ثانيه انك تضغط على كنترول دبليو من لوحه المفاتيح يعمل غلق للمصنف او الدفتر. طيب هنعمل اوبن فايل ونختار اوبن ونختاره. طب انت لو عايز تعمل خروج من البرنامج، لو خروج من البرنامج تضغط على علامه اكس اللي هي الموجوده في هذا الشريط على هذا النحو اهوت، او انك من زر التحكم، من زر التحكم دهوت هتبدا تختار كلوز، او انك تضغط الت اف 4. اذا هناك ثلاث طرق للخروج من البرنامج، يا الت اف 4 يا من زر التحكم تختار كلوز، يا اما تضغط على زر الاغلاق الموجود في شريط العنوان. طيب ادي اهوت هننتقل ما بينهم اهوت، ادي من فيو لان كده عندي عندي مصنفين مفتوحين. ده بالنسبه لعمليه الايه الخروج. ازاي نحدد خليه؟ تحدد خليه انك تضغط عليها مباشره تتم تحديدها، او انك توصلها عن طريق الاسهم تقدر تحدد الخليه اللي انت عايزها. ازاي تحدد نطاق او مدى؟ انك تحدد بالماوس كده وتسحب، او انك تحدد واحده من الخلايا ثم تستخدم مفتاح شيفت وتستخدم مفتاح الاسهم. يبقى تحدد خليه، تقف على خليه ثم تضغط على مفتاح شيفت ثم تحدد ما ايه باستخدام الاسهم تحدد هذا المدى، او انك تحدد باستخدام ايه الماوس مباشره ده تحديد المدى. تحديد عمود، ازاي تضغط على راس هذا العمود فيتم تحديده. طيب تحديد اعمده متباعده، تحدد العمود الاول تضغط على كنترول تحدد راس العمود الثاني وراس العمود الثالث وراس العمود الرابع. بحدد اعمده ليه؟ عشان عمليه الحذف التنسيق النسخ الى اخره. طيب تحدد اعمده متقاربه متتاليه، انك تضغط على رؤوس الاعمده وتسحب، او انك تضغط على احد الاعمده ثم تضغط على مفتاح شيفت وتضغط على اخر عمود فيتم تحديد جميع الاعمده الواقعه ما بينه. بالنسبه للصف تضغط على راس الصف فيتم تحديده. لو صفوف متباعده هتستخدم تحدد واحد ثم تضغط على كنترول وتحدد واحد اخر وهكذا اهوت، يبقى اسمه تحديد متباعد. طب لو تحديد متتالي، انك تضغط وتسحب فيتم تحديد الصفوف، او انك تحدد واحد ثم تضغط مفتاح شيفت وتحدد الاخير فيتم تحديد جميع الصفوف التي تقع بينهم. لو عايز احدد ورقه العمل، ان انا التقاطع ما بين رؤوس الاعمده ورؤوس الصفوف كده بيتم تحديد ورقه العمل، او تضغط على مفتاح كنترول A فبيتم تحديد ورقه العمل. عايزين دلوقتي نتعامل مع ورقه العمل، مع الصف، مع العمود، مع الخليه، مع ورقه العمل. اول حاجه ازاي تضيف ورقه عمل جديده؟ عشان اضيف ورقه عمل جديده اهي اضغط على علامه زائد كده. لما اضغط على علامه زائد هيضيف ورقه عمل بعد الورقه المحدده، يبقى علامه زائد هتضيف لي ورقه عمل بعد ورقه العمل المحدده. طيب لو عملت ادراك هيضيفها قبليها بقى، يبقى في ورقه عمل شيت واحده، ادي كليك يمين واخترنا انسرت، ومن انسرت قلت له اوكي هيضيف قبل ورقة العمل المحددة. يبقى الأوامر insert هيضيف قبل ورقة العمل المحددة، بينما علامة زائد دهيت اللي هي ورقة عمل جديدة هيضيف بعد ورقة العمل المحددة. أو كان إنك ممكن بسهولة مطلقة إنك تذهب إلى تبويب هوم، من تبويب هوم هنختار في خانة سيلز في حاجة اسمها insert، ومن insert أقول له insert sheet فيضيف لي ورقة عمل قبل ورقة العمل المحددة. يبقى في طريقتين قبل ورقة العمل المحددة. الطريقة الأولانية اللي هي الإدراج، سواء كليك يمين واخترت انسرت، أو إنك تحددها وتذهب من هوم، ومن هوم تختار إلى خانة سيلز، ومن سيلز تختار انسرت، فيتم إضافة ورقة عمل جديدة قبل الورقة المحددة. طب لو عايزينها بعد ورقة العمل المحددة تضغط على علامة زائد. طب لو إحنا عايزين نحذف ده الإضافة، حذف ورقة العمل نعمل إيه؟ قال لك إنك تضغط كليك يمين وتختار ديليت فيتم حذف ورقة العمل، أو إنك تحددها وتذهب الى تبويب هوم، ومن تبويب هوم في خانه سيلز هنختار ديليت، ومن ديليت نختار ديليت شيت. طيب لو احنا دلوقتي عايزين نغير اسم ورقه العمل، في طريقتين، انك تضغط كليك يمين على الورقه المراد تغييرها بهذا الشكل وتختار رينيم وهنسميها مثلا درجات، ثم تضغط انتر للتثبيت، او انك بعد ما تفتح ورقه العمل تذهب الى تبويب هوم، ومن تبويب هوم هنختار من خانه سيلز فورمات تنسيق، ومن تنسيق هنختار رينيم شيت ونقوم بتسميه ورقه العمل، وبعد التسميه نضغط على انتر. طيب عرفنا ازاي نضيف ورقه عمل، عرفنا ازاي نحذفها، عرفنا ازاي نغير اسمها. طب احنا عايزين دلوقتي ننقل ورقه العمل ديت مثلا 45 دي عايزين ننقلها تمام، او تعالى في درجات عشان نقدر نتعامل مع النقل والنسخ اضغط كليك يمين واختار موف اور كوبي، او بديل لها تاني ان انا اروح من هوم، ومن هوم اختار من خانه سيلز اختار تنسيق فورمات، ومن فورمات اختار موف اور كوبي. من موف اور كوبي قدامك اختيارين، انت عايز تنقل، عايز تنقل يبقى لا تقوم بتنشيط كريتا كوبي، يبقى حد هتنقل داخل نفس ورقه العمل، يبقى هسيب اسم البوك زي ما هو الدفتر،
وابدا احدد بفور شيت انقلها قبل انهي ورقه، او انت عايز تنقلها في ورقه عمل جديده، في دفتر جديد، في مصنف جديد، ابدا اختاره. بس هنا في شرط، ايه هو؟ انك تكون قبل كده قمت بفتح مصنف او دفتر في الذاكره حتى تتمكن من عمليه النقل. يبقى دي هتستخدم في عمليه النقل. طب لو عايز تعمل النسخه تختار كريتا كابي، من كريتا كابي عايز النسخه دي في نفس المصنف تسيبه زي ما هو، عايزه في مصنف تاني يبقى هتختار مصنف تاني اهو بوك 1 واقول له اوكي. لو رحت المصنف التاني اللي هو اسمه بوك 1 هلاقيه موجود اهو، تم عمل نسخه منها. ايه اللي ياكد لي؟ ان انا اروح من فيو، ومن فيو اختار سويتش ويندو تبديل نوافذ واختار تدريب، هلاحظ ان ورقه العمل زي ما هي. في طريقه بقى ان انا اقوم بالتبديل اليدوي، ان انا اقوم اضغط واسحب الطريقه ديت على هذا النحو، فبتتم عمليه التبديل بهذه الطريقه السلسه وهذه الطريقه السهله. ده الكلام ده بالنسبه لورقه العمل. البعض هيسالني على بالنسبه للعمود. العمود عايز تضيف عمود جديد، يبقى بتحدد العمود، حددنا العمود اهوت، واضغط كليك يمين. بس اسال نفسي لو انا اضفت، الاضافه هتكون قبل العمود المحدد، اضغط كليك يمين عليه بعد ما اقوم بعمليه التحميل والتحديد واضغط انسرت، فبيتم اضافه العمود على هذا النحو. طيب، او في طريقه ثانيه انك تحدد العمود، ومن تحديد العمود تروح لهوم، ومن هوم هنختار انسرت، من سيلز هنختار انسرت، وبعدين نختار انسرت شيت كولب اللي هو ادراج اعمده في ورقه العمل، فيتم اضافتها على هذا النحو. البعض هيقول لي طب والله عايز اضيف عمودين، اقول لك يبقى لازم تحدد العمودين المراد اضافه عمودين قبليهم اهو، وبعدين تضغط كليك يمين، وبعدين تقول له انسرت، هيتم الاضافه على هذا النحو. يبقى ده عمليه اضافه عمود. طيب عايزين قبل ما اكمل عايزين نخفي ورقه عمل، عايز اخفي ورقه عمل اضغط كليك يمين واختار هايد، تم اخفاء ورقه العمل. عايز تظهر ورقه العمل اضغط كليك يمين واختار ان هايد، هيطلع هذا الصندوق اقول له اوكي فيتم اظهار ورقه العمل. لو عايز تخفي ورقه عمل ثانيه هروح من اقوم بتحديدها، ومن هو هختار فورمات، ومن فورمات هختار من فيسابيلتي، اقول له ان هايد، اقول له هايد الاول. بعد ما عملت هايد عايز اظهرها، يبقى من هوم هختار من فورمات فيسابيلتي اهوت، واختار ان هايد شيت، هيطلع صندوق حواري اقول له اوكي. ده عمليه اظهار واخفاء ورقه العمل، واتكلمنا على ازاي نضيف عمود، ازاي نضيف ان احنا بنحدد العمود ونضغط كليك يمين ونختار انسرت، او نحدده وناخد بالنا الاضافه هتكون قبل العمود المحدد، او ان انا اروح من هوم، ومن هوم من خانه سيلز اختار انسرت، ومن انسرت اختار انسرت شيت كولم. لو عايز احدد عمودين اضيف عمودين بحدد عمودين واكرر نفس الخطوه. لو عايز احذف صف، لو عايز احذف عمود احدده واضغط كليك يمين واعمل ديليت، او احدده واذهب من هوم، من سيلز اختار ديليت، ومن ديليت شيت كولم، او احدد مجموعه من الاعمده ومجموعه من الاعمده اضغط كليك يمين عليها واختار ديليت فيتم حذف مجموعه من الاعمده، او من هوم واذهب الى ديليت واختار ديليت فيتم حذف هذه الاعمده. طيب بالنسبه ده بالنسبه للاضافه وبالنسبه للحذف. لو بالنسبه للاخفاء احدد العمود واضغط كليك يمين واختار هايد فيتم اخفائه، هنلاحظ ان البنيه الخاصه بالبرنامج اتغيرت، اي بي سي مخفيه، يبقى لازم تحدد البي والدي واضغط كليك يمين واختار ان هايد فيتم اظهاره. نفس الطريقه لو انت حددت ورحت من هوم، تبويب هوم، ثم من فورمات، هتتعامل مع الكولب، من الكولب هنتعامل مع الفيسابيلتي، من الفيسابيلتي هختار هايد هيتم اخفائه. لو عايز تظهر هتلاحظ ان البيئه متغيره، هتقوم بالتحديد، ومن هوم هنختار من سيلز فورمات ثم فيسابيلتي، ومن فيسابيلتي هنختار ان هايد كولب فيتم اظهاره. الحاجات دي كلها حاجات مهمه ويجب ان احنا نتدرب فيها. عايز اوضح نقطه، ان ارتفاع العمود هو 8 38، 8 38 من 100. ناخد جزئيه اخرى، ان احنا لو العمود كده فرق معاك بقى بهذا الحجم، عايز تعمله عمليه اوتو فيت، يبقى بتحدده، ولما بنضغط كليك يمين هنا هو بيديك الحجم الخاص بيه، ما بيدينيش حاجه ثانيه، حجم كبير جدا ممكن تعدله يدوي. تيجي راح لتبويب هوم، ومن تبويب هوم فورمات، ومن فورمات هتتعامل مع الكولم، تختار اوتو فيت كولم اللي هي عمليه ضبط تلقائي لعرض هذا العمود، يديهولك كده تمام. يبقى ده عمليه الطي، او كان ممكن تقف على الخط الفاصل ما بينهم وتضغط دبل كليك. لو ضغطنا على الخط الفاصل ما بين العمودين هيعمل طي بالنسبه لهذه العمليه على هذا النحو. اتكلمنا على الاظهار واتكلمنا على الاخفاء، هنتكلم دلوقتي بالنسبه للصفوف. ادي صف اهو، عايز تضيف صف هتحدد الصف، ثم لو انت حددت هذا الصف، لو تم اضافه صف جديد هيكون اعلى هذا الصف، كليك يمين واقول له انسرت هيكون اعلى هذا الصف. لو حددت ثلاث صفوف هيكون هتضيف ثلاث صفوف اعلى هذا الصف. ممكن نروح من هوم، انسرت،
من انسرت هقول له انسرت شيت رو وهكذا. طب عايز تحذف تحدد الصف مباشره وكليك يمين تختار ديليت، او تحدد صف والمجموعه الصفوف طريقه ثانيه، وتذهب الى تبويب هوم، من تبويب هوم هنختار ديليت، ومن ديليت نختار ديليت شيت رو. لو عايز تخفي صف هتحدده وتضغط كليك يمين وتختار هايد فيتم اخفاءه. عايز تظهره هتلاحظ ان البنيه الاساسيه بتاعته متغيره، لقيت 3 5 تحدد اللي قبل واللي بعد، تضغط كليك يمين وتعمل ان هايد فيتم اظهاره. كان ممكن بطريقه اخرى انك تذهب لهوم، ومن هوم هتختار فورمات، ومن فورمات هتروح للفيسابيلتي اللي هي الرؤيه، وتختار لو انت عايز تخفي تختار هايد، لو انت عايز تظهر تختار ان هايد. لو عايزين نعرف معلومه برضو ارتفاع الصف الطبيعي هنا اهو، ادي كليك يمين، عايزين نعرف ارتفاع هذا الصف. الارتفاع الافتراضي بالنسبه له هو 14.25 من 100، ده الارتفاع الافتراضي. طيب لو لاحظنا ان في عمود بقى بالحجم ده، عمود كده الارتفاع بتاعه كبير، اعمل ايه؟ قدامك انك تضغط ما بين الخط الفاصل ما بين الاثنين، نقف ما بين الخط الفاصل ما بين الاثنين، وتضغط دبل كليك اهوت ما بينه وبين اللي وراه، تضغط إيه عليه، او نشوف كده في طريقه ثانيه مع بعض انك تحدده، ثم تذهب الى تبويب هوم، ومن تبويب هوم هنختار فورمات، ومن فورمات هنتعامل مع الرو، تقول له اوتو فيت رو هايت، لو ضبط تلقائي لارتفاع الصف، فبيعمل عمليه طي او عمليه ضغط تلقائي ليه بهذا الحجم. بالنسبه للخليه لو عايزين دلوقتي خليه زي بتاعه وائل اهي، عايزين نضيف خليه جديده، تضيف خليه جديده انك تضغط كليك يمين وتقول انسرت، فيظهر هذا الصندوق الحواري. لو قلت له انسرت سيلز داون هيعمل اضافه خليه جديده، وهيتعمل ازاحه لهذه الخليه اللي هي الوائل لاسفل على هذا النحو. انا هضغط كنترول زد، او لو ضغطت كليك يمين واخترت انسرت واخترت الاختيار اللي فوق، يبقى هيحركها ناحيه اليمين، حركها ناحيه اليمين اهوت، وضاف خليه. نفس الطريقه لو انت حددت ورحت من هوم ثم ذهبت الى سيلز انسرت، ومن انسرت اخترت انسرت سيلز، هيطلع نفس الصندوق. الصندوق ده معناه ايه يا شباب؟ الاولاني اللي هو في الاضافه انسرت، اللي هو شيفت سيلز رايت، هيعمل اضافه خليه جديده وازاحه الخليه الحاليه ناحيه اليمين، بينما الثاني هيعمل اضافه خليه جديده وازاحتها الخليه الحاليه الى اسفل، بينما الانتاير رو هيضيف صف جديد اعلى الصف المحدد الذي يحتوي على هذه الخليه، وانتاير كولم اضافه عمود جديد اعلى العمود المحدد وهكذا. طب بالنسبه للحذف هضغط كليك يمين وهختار ديليت. لما اختار ديليت، لو اخترنا الاختيار الثاني اللي هو الافتراضي، هيعمل ايه؟ هيقوم بحذف هذه الخليه وتحريك الخليه اللي اسفل الى اعلى، بينما الاختيار اللي فوق هيقوم بحذف هذه الخليه وتحريك الخليه التاليه ناحيه اليسار، بينما لو اخترنا انتاير رو هيقوم بحذف الصف كامل، انتاير كولم حذف العمود كامل. بقينا جزئية أخيرة في الجزء الأول، وهي القوائم المخصصة. القوائم المخصصة لو أنا كتبت دلوقتي مثلا فيبرايل هو، ضغطت انتر وبعدين قمت بتحديد هذه الخلية وضغطت وسحبت. الأول لازم نتعرف على يعني إيه قوائم مخصصة. القوائم المخصصة اللي هي الكاستم ليست هي عبارة عن قوائم مخزنة مسبقا ببعض البيانات المسلسلة داخل البرنامج. يبقى أنا لما كتبت شهر فبراير وقمت بتحديد الخلية والسحب، قال لي فبراير ومارس وابريل ومايو وجاب لي. طيب لو كتبت يوم الاحد اهو ساندي اللي هي الايام، وقمت بالتحديد كده وضغطت وسحبت على هذا النحو، هيجيب لك بقيه الاسبوع. لكن لو جينا وكتبنا مع بعض مثلا طارق وحددته وسحبت، هيلاحظ انه هيقوم بالتكرار. ليه؟ لانه غير مخزن في القوائم المخصصه لهذا البرنامج. يبقى طيب لو كتبنا ارقام واحد مثلا وبعدين قمنا بتحديده والسحب، هيقوم بتكرار رقم واحد. لكن لو انت قلت له واحد اثنين وقمت بتحديده على هذا النحو وضغطت وسحبت، هيعمل لك سلسله رقميه بزياده واحد، 1 2 3 4 5 6. يبقى دي عباره عن قائمه مخصصه. سؤال جميل جدا اتسالناه، قال لك انا عايز اعمل قائمه مخصصه خاصه بيا، تتعمل ازاي؟ هقول لك اذهب الى قائمه فايل، ومن قائمه فايل اختار اوبشنز، ومن اوبشنز اختار ادفانسد، ومن ادفانسد ابدا اتحرك للاخر. هتلاحظ ان في حاجه موجوده بهذا الاسم اسمها ايديت كاستم ليست، اضغط عليها ثم ابدا ضيف البيان. انا هبدا مثلا هضيف هذا البيان، هقول له طارق، ادي طارق انتر زياد انتر
شيماء انتر سيف مثلا، كويس، ثم اقول له اد، هيتم اضافته، اقول له اوكي تمام، وبعدين اقول له اوكي. لو انا كتبت دلوقتي هنا اهوت باللغه العربيه طارق على هذا النحو، ثم قمت بتحديد طارق والضغط والسحب كده، نلاحظ كده مع بعض، هيقول لك طارق زياد شيماء سيف طارق، يبقى انا نجحت ان انا اعمل قائمه مخصصه. عملتها ازاي؟ من قائمه فايل، اخترت من قائمه فايل اخترت اوبشنز، ومن اوبشن اخترت ادفانسد، ومن ادفانسد اتحركت على هذا النحو، اخترت حاجه اسمها اديت كاستم ليست، ثم قمت بكتابه البيان في خانه ليست انتايرز. وبعد ما كتبت البيان اكتب الاسم الاولاني انتر، الاسم الثاني، الاسم الثالث، ثم اضغط اد واقول له اوكي اوكي، فيتم تطبيقها. اتمنى ان اكون نجحت ووفقت في شرح الجزء الاول من برنامج اكسل 2013 للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني. دايما وابدا ما نسعد باراكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar، او مدونه قناه طارق النجار التعليميه mrtarqnagar وندتبلوجز.com، او منتديات كنوز الطارق www.farms.com/farms.bshp، او قناتنا على تويتر tweeter.com/mrtarqnagar. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.